مساء الخير أستاذ حسام. مساء الخير، تحية طيبة لكم المشاهدين ومشاهدات. أستاذ حسام، القوى الدولية بتستخدم الآليات الدولية زي مجلس الأمن والفصل السابع تتناقض وتتناحر علشان تصل لنتائج عكس الهدف الرئيسي من إنشاء مجلس الأمن، وهو الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. تفسير حضرتك ده، هل ده فشل سياسي للدول ولا فشل لمنظومة الأمم المتحدة ومجلس الأمن؟ يعني بالبداية لابد أن نكون حذرين مع الشعارات والمفردات. يعني مجلس الأمن لم يكن منصة للأمن العالمي في الأساس في واقع التطبيق. أيضا حديث دائما يأتي عن السلام في هذه الأيام، عن الإنسانية، من تحديث الدول التي تحرض على الحرب وعلى الإجهاض على الإنسان في قطاع غزة على سبيل المثال. وبالتالي الشعارات هنا ينبغي أن نكون حذرين في تلقفها، لكن مؤكد أننا إزاء مشهد من الاستقطاب الدولي. هذه رسالة جلسة مجلس الأمن اليوم الأيام الماضية، الاستقطاب الدولي، ورغم أنه في بشاعة كبيرة في سكوت هذا ما يسمى بالمجتمع الدولي على جرائم بشعة وحشية تجري بحق مليون طفل مع أمهاتهم، مع أسرهم، مع عائلاتهم في قطاع محاصر. في بشاعة كبيرة في موقف العالم على نحو لا أقول يشكك بالالتزام بالقيم والمبادئ المرفوعة، لكن يؤكد وجود أزمة أخلاقية ومبدئية على مستوى السياسات في عالمنا. لكن مع هذا لابد أن نلحظ دلالة أن تعجز الولايات المتحدة الأمريكية عن فرض مشروع قرارها المتحيز لأردوغان في مجلس الأمن، وقد سقط، وقال سقوطه في تقدير مدويا، ويحمل دلالة مهمة على أن التحالف الأمريكي الأوروبي الإسرائيلي في هذا العدوان، في هذه الحرب، هو تحالف عجز عن أن يكسب العالم بأقدار معينة أو بنسبة معينة. بمعنى أنه السطوة التي وقع فيها إدخال الناس في فقاعة الرواية الدعائية الإسرائيلية في اليوم عن أحداث اليوم الأول، اليوم 7 أكتوبر، هذه لم تترجم إلى موقف اصطفاف دولي مجمع عليه. مشروع القرار الأمريكي كان مشروعا لتأييد العدوان وتسويغه. سقط ليس فقط بصوت أنه فيتو روسي وصيني وحسب، ولكن حتى الكلمات التي أدلى بها مندوب روسيا ومندوب الصين في مجلس الأمن عكس نوعا من انقلاب الصور الأخلاقية اللي حاولت الدول الغربية أن تتقمصها في الحرب في أوكرانيا. بمعنى أصبحوا يتكلمون عن القانون الدولي، يتكلمون عن القيم، عن مبادئ. وسمعنا الحقيقة كلمات خاصة من المندوب الصيني تحدث بكلام مهم بصرف النظر عن تقييم السياسات الصينية في أبعاد أخرى. نعم. الشاهد هنا أننا إزاء مشهد يشير إلى عجز من أراد لهذه الحملة العدوانية أن تكون كاسحة ومعولمة وتحصد التأييد الدولي بقوة السطوة الدعائية. في تقديري هذه لحظة عجز، لكن في المقابل ثم تمام إنجاز التعبير للمجتمع الدولي بأنه عمليا يتستر على جريمة سفك دماء مدنيين، شعب فلسطين واقع تحت الاحتلال إلى آخره. لكن القول بأنه الذي حاول أن يمنح الاحتلال الشرعية بالعدوان أخفق، وبالتالي نحن إذا مشهد تختلط بشأنه المشاعر بكل تأكيد. طيب أستاذ حسام، عندما نتحدث عن ميثاق الأمم المتحدة فيما يخص مهام مجلس الأمن، لأن الكثيرين يقولون لماذا ذهبنا إلى مجلس الأمن، ما فائدة هذه الجلسة وما فائدة تلك الكلمات؟ وبعد مراجعة أمور مهمة وغاية في الأهمية، وجدنا أن مجلس الأمن من ضمن اختصاصاته الرئيسية التحقيق في أي نزاع أو حالة قد تفضي إلى خلاف دولي، ومع تقديم توصيات بشأن تسوية تلك المنازعات أو بشأن شروط التسوية، تحديد أي خطر يتهدد به السلام أو أي عمل عدواني، وتقديم توصيات. فالكل يتساءل، هل دور مجلس الأمن أن يقدم توصيات أم يتخذ قرارات ترضع من يقومون بتجاوز القوانين التي جاءت في ميثاق الأمم المتحدة؟ من ناحية النظرية مجلس الأمن لديه هذه الصلاحيات وتكون الصلاحيات الأخرى أيضا وأشياء أخرى ذات صلة. هو بمثابة الجهاز الحقيقي في الأمم المتحدة في الملفات ذات الأهمية، بالتالي هو الذي يتصرف. الجمعية العامة للأمم المتحدة عبارة عن مشهد جميل في التقاط الصور وإلقاء الخطابات، لكن قراراتها تقريبا غير ملزمة إلى حد كبير في معظم القرارات، ولا تجد فرصتها. مجلس الأمن هو الجهة
التي يمكن أن تتخذ القرار الذي يطبق بناء عليه تطبق سياسات وكذا. ونحن شاهدنا في زمن أحاديث القطبية التسعينيات تحديدا وبداية هذا القرن، شاهدنا أن أحاديث القطبية عبر عنها بالسلوك في مجلس الأمن الأمريكي بالأساس، استطاع أن يأخذ العالم باتجاه معين في بعض الحالات، لكنه عجز في حالات معينة عن أخذ القرار اللازم فمضى منفردا. تصور مجلس الأمن في الأساس يعبر من جانب عن توازنات القوى ما بعد الحرب العالمية الثانية، من جانب آخر يعبر عن الطبقية السياسية في عالمنا. هذا مجلس النبلاء الذين لديهم خاصة اللي هم الدول دائمة العضوية التي لديها امتيازات تتجاوز العضوية الدائمة إلى أشياء أخرى، وبالتالي من حق النقد طبعا. وبالتالي هنا نتحدث عن تمايزات في عالمنا على نحو نشكك بمفهوم الديمقراطية الدولية. الديمقراطية الدولية غير موجودة، يعني نقول السياسة الداخلية للعالم غير موجودة، لا يوجد فيها ديمقراطية، بينما الديمقراطيات التي تشكل هي معظم الدول دائمة العضوية دول ديمقراطية كما تصف نفسها، في سياستها الخارجية تقريبا تعمل بشكل يراعي المصالح التي تراها، والمصالح قد تكون حروبا وصراعات ونهب وعدوان على الشعوب كما قد يحدث وكما نجد الآن في غزة، بينما الديمقراطية والقيم الإنسانية تكون غائبة وتستخدم أداة للعدوان أحيانا. بتقدير مجلس الأمن هيئة تعبر عن تناقضات عالمنا، وهي زعم أنها لديها الحل، إلا أنها في الواقع هي عنوان المشكلة والأزمة التي أعمق طبعا من المجلس في سياسات عالمنا. أستاذ حسام، نحن الآن أمام في النهاية يعني أزمة محدودة الأطراف. الأطراف التي تقف خلف هذه الأزمة كثيرة، لكن الذي يشاهده البني آدم في أي مكان في العالم هو طرفين، إسرائيل مقابل حماس، حماس مقابل إسرائيل. لكن إذا خرجت هذه الأزمة في اتجاه حرب إقليمية، هل تعتقد أن مجلس الأمن وآليات الأمم المتحدة ستكون كافية لتحمل هذا الاختلاف والتضارب الكامل ما بين قوى ومصالح مختلفة في هذه المنطقة ويتبعها قوى ومصالح مختلفة في العالم؟ أنا يعني متفق أنه في بعد موضعي لما يجري، لكنه فقط كما يقال قمة رأس جبل جليد كما يقال، لكن هذا من ناحية الشكلية. فقط أقول أنه صحح مفهوما درجة في الإعلام أنه هو إسرائيل وحماس وكذا. أنا في تقديري هي حرب الاحتلال على شعب محتل، والشعب المحتل لديه طبعا مقاومة ولديه إرادة ولديه تصرف وتحدي للاحتلال، بمعنى لابد أن تكون الصورة واضحة. هنا الاحتلال يحاول أن يفتك بشعب واقع تحت الاحتلال والعدوان وإلى آخره، وهذا مشهد واضح. لكن الاثنين عندهم سلطة، يعني حماس لديها سلطة، لديها تنظيم سياسي. حماس ليست مقاومة في المطلق، يعني هي عندها أيديولوجيا سياسية، عندها أجندة معلنة، عندها اتفاقات إقليمية. يعني إسرائيل نفس الشيء. أنا فقط وددت أن أصحح مقولة ولم تكن مقصودة يعني هنا في من جانبكم، لكن هذا عدوان على الشعب الفلسطيني من قبل دولة احتلال، حتى لا يعني أحيانا نقول من طرفين وهذا النحو، لا، هذا عدوان، وهذا عدوان فصل من فصول العدوان. فيما يتعلق بالأبعاد الأخرى، المهم اللحظة التي نحن فيها أوضحت أشياء مهمة ونزعت الأستار عن مفاهيمها. ما يعني اليوم الولايات المتحدة الأمريكية بنفسها حاضرة في المشهد، ويبدو أنها من تمسك المفاتيح وتدير وتقرر متى تكون الحرب البرية ومتى لا تكون، ويغير بايدن الخطط كما قيل، ويرسل الأسلحة والذخائر. هذا مشهد لم نكن قد عهدناه من قبل، إلا في بعض التعبيرات كما حصل سنة 73 مثلا. نعم. بعد العقوب وغيره، لكن المشهد الآن إلى حد ما مختلف. يعني اليوم نجد رؤساء أوروبيون يأتون ويقولون نحن في هذا الخندق. نعم. نحن سندعم ونرسل أسلحة وذخائر. نجد ألمانيا الدولة اللي هي افترض أنها مقتضبة في حضورها الخارجي، لا تشارك في حروب إلا قليلة، وتتردد في هذا، تمنح الاحتلال الإسرائيلي كما ورد في تقارير طائرات بدون طيار كانت تحت تصرفها مستأجرة أعطتها للاحتلال. نعم. لكي تقصف. هذا شيء غير مسبوق. اليوم أن يتحدث الرئيس الفرنسي بقفزاته المعهودة طبعا ماكرون في مشهد الدولي،
يحاول من خلال فلسطين، من خلال ملف غزة، أن يعوض المساحات التي خسرها في سوريا، في العراق، وفي الساحل والصحراء، وفي ليبيا. طيب أستاذ حسين، بعنوان صراع دولي واستقطاب دولي. مجلس الأمن عندما يقوم من سلطات مجلس الأمن أن يتخذ إجراءات عسكرية ضد المعتدي، هل هذه سلطة أم مجرد اقتراح؟ طبعا تمت ما يعرف بالفصل السابع الذي يمكن من خلاله أخذ إجراء في تدخل دولي أو يشرع تدخلا دوليا، وطبعا هذا يعني أبعد ما في الأحلام أن يتصور اتخاذه بحق دولة احتلال ترعى يعني تخترق القوانين الدولية والقواعد الدولية. ولكن الذي اليوم يمكن أن نعتبره تحولا ما، أنه أصبحنا نجد الفيتو يستخدم في اتجاه يريد أن يشرع العدوان على الشعب الفلسطيني. في تقديري هذا الشيء يلفت انتباه باعتبار أننا إذا مشهد مرشح لصعود عالم متعدد الأقطاب بهذا المعنى. وفي تقديري هنا بالتالي أنه مش منتظر مجلس الأمن يحرر فلسطين أو يدفع الاحتلال، لكنه قد يصبح من خلال عالم متعدد الأقطاب في فرصة للاشتباك بين هنا وهناك. وإحنا شاهدنا في موضوع غزة الآن ثلاثة مشروعات قرار في مجلس الأمن وسقطت جميعا، البرازيلي ثم الأمريكي ثم الصيني ثم الروسي. لكن أريد هنا أن ألفت الانتباه إلى أنه الأطراف الدولية اليوم تدرك الأقطاب والأقطاب الإقليمية أيضا تدرك جيدا بأنه الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تحركها الذي تقوده اليوم بذريعة غزة، هذا التحرك ليس فقط متعلق بفلسطين، أهمية انشغالها بفلسطين، الأمر أيضا ضمن محاولة أمريكا لترتيب أوضاع إقليمية معينة، هذا أيضا يستنفر الروس والصينيين، كما أيضا أنها رسالة للدول العربية. الدول العربية أكيد ليست لا تشعر بالبهجة عندما ترى حاملات طائرات أمريكية ومدمرات فوق سواحلها، يعني هذه رسالة للقاهرة قبل أي شيء آخر، قبل أن تكون لأي طرف إقليمي آخر. وهي أيضا تزعج أنقرة، الأنقرة التي تجد أن أمريكا تحضر في المنطقة وتجد أن منافسها التقليدي فرنسا الذي دائما ما يعتبر يعني يتحين الفرص لأنقرة، تجد أنه يقفز المشهد من جديد. في تقدير الإقليم مستفز، العالم مستفز، صحيح. يشعر بشيء ما، وبالتالي غزة هي يبدو أنها عقدة العقد اليوم، وجاءت هذه الأيام بمثابة نقطة اشتباك ساخنة على مشهد دولي فيه تحول، وهذه الأيام ستكتب من بعدها تحولات. نعم صحيح. وإن كسرت العدوان على غزة فإنما بعده سيكون ليس كما في السابق. صحيح. بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ حسام شاكر الخبير الشؤون الأوروبية والدولية، كنت معنا عبر سكايب في الشارع المصري. شكرا جزيلا.